مولاتي خليني اشرح لك الموضوع. والله العظيم انا وحده مظلومه، هالحكي كله كذب. قريت كل سطر بهالدفتر هيام، مكتوب كل شيء عن علاقتكم. بتعرفي شو هاد؟ هاي خيانه. لا ابدا، وحيات عمر ولادي الاربعه مولاتي ما صار شيء. انا ما خنته لمولاي السلطان بحياتي كلها، ما خنته. شو المكتوب هاد لكان؟ ليو، أنا ويا ربيانين سوا وقت المغول هجموا على ضيعتنا، قتلوا لي كل عيلتي وخطفوني وما عرفت عنه شي أبدا. فكرتهم قتلوه وهو فكرني متت، وبعد كل هالوقت رجعنا التقينا لأنه ليو صار رسام بالقصر. تفاجأت كتير وقت شفته، ما توقعت شوفه. طلبت منه إنه يروح فورا، حتى إني عطيته ذهب. مولاتي صدقيني كان بدي يروح من هون، أقسم بالله العظيم ما في إلا عشق واحد ساكن قلبي وعقلي، هو عشق مولاي السلطان سليمان وبس. عشقك كله كذب يا هيام. لا أبدا ما له كذب. إذا حضرتك مو مصدقتيني سأليها للست فريال. عم تقولي فريال؟ مين بده يصدق وحدة مثلها؟ هون مكتوب كل يلي صار بيناتكن هيام. مو بس الست فريال بتعرف، إبراهيم باشا كمان بيعرف. إبراهيم؟ إيه، هو كمان بيعرف بموضوع ليو، بس حاول إنه يستخدمه ورقة ضدي. على طول كان عم يهددني إنه بده يفضحني، مع إنه بيعرف شو صار بالضبط. عايشني برعب ونزع علي حياتي. وبتعرفي شو عمل كمان يا مولاتي؟ راح سممه لليو المسكين وقتله، وأجبرني إنه أنا أعمل هذا الشيء. إبراهيم باشا كان بده يحملني الذنب بس لحتى أتعذب. حاجتك بقى روحي. لو كان صحيح إنه في علاقة بيني وبين ليو، ما كان راح إبراهيم باشا لعند مولاي وفضحني قدامه. سكتي، طلعي طلعي برا. بس ما راح لعنده لأنه هو بيعرف إنه أنا مظلومة يا مولاتي. عم قلك طلعي، روح من وشي. مولاتي جبت. مولاتي بعتوا ورا الحكيمة فورا. سلطانة شو صار لمولاتي؟ جرى خانم، ما شفت إلا فجأة هيك وقعت. يلا بسرعة سلطانة، الأم رح تروح من بين إيدينا. فوتي، أنا رح أحملها وحطها على التخت. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحميك ويحرسك يا رب، الله يحفظك. بسم الله عليك. يلا تقوم بالسلامة. تعالي لعنده واطلبيه منه. عم بقلك تركيه درة، هاتي لشوف. سد درة، خير؟ شو اللي عم يصير؟ ما تخلق، روح شوف شغلك. طلعوا لبرا. بعده انت كمان. ممنوع حدا يجي على هالغرفة، لو سمحتي ارجعي على جناحك. أنا ما أجيت من شان السلطانة، أنا أجيت لأحكي معك. يا حرام، شوفي كيف السلطانة الأم مبين على وجهها أنها عم بتموت، ولا شو رأيك أنتي؟ أنا شايفة أنها رح تطيب. الواضح أنها ما رح تطيب، هي مرة كبيرة، يعني رجلة والقبر، وإذا مو اليوم فبكرة أو بعده بالكتير. تعرفي الموت حق على الجميع، مو هيك؟ سلطانة قولي لي شو بدك ورجعي على جناحك. بالأول بدي قلك شغلة، بس السلطانة الأم تموت شو حيصير؟ مو رح يتغير كل شي هون؟ وحدة غيرها حتدير الحرم لك، وهالوحدة مين هي؟ ناهد دوران؟ ولا وحدة مثلي عند ثلاث أمراء يا سدرة؟ وقت بده يجي هاليوم انت شو رح تعملي بحالك بقى؟ ما رح يطردوكي إلك أول وحدة؟ لوين بدك تروحي؟ مو لازم تكوني مأمنة حالك؟ معقول مو مفكرة بهالشي؟ درة خانو، إذا بدك أنا رح ساعدك لحتى تكوني مرتاحة ومبسوطة. مولاي السلطان هاديني مزرعة بتستلجة وما حدا بيعرف بهالشي، إذا بتعملي اللي رح قلك يا رح تكون إلك، وبهالحالة حتكوني عايشة مرتاحة من دون ما تكوني بحاجة تخدمي أي حدا. فيك تفهميني شو بدك تقولي؟ المطلوب منك انك تعطيني هداك الدفتر. بس يا سلطانة انا اسمعي، لا تستعجلي بقرارك، فكري منيح، لانه هالعرض صعب ترفضيه، وانتي مرة كتير واعية. بتوقع حيكون قرارك صح يا خالد. فائت اسمها، شو اللي صاير؟ مزبوط حكيها؟ ما
مزبوط يا سلطانة، سلطانة الأم فاقت من شوي وعم يقولوا إنها طابت. كتير منيح، فرحت إنها طابت. شو رح تعملي يا سلطانة؟ لهلأ مو عرفانة. يلي بعرفه إني لازم أخذ الدفتر قبل ما تطيب، لأنه ما حدا حيرحمني، يمكن عم يفكروا يبعدوني عن أولادي كمان. عملنا المستحيل لنقدر نعرف وين مخبيينه، وقام دور عليه بكل مكان وما لقى شي. تقولي خفوا؟ درة خانم، السلطانة الأم قالت إنه بدها تشوفك ضروري. معقول بدها تشوفني؟ ست درة، فكرتي بالعرض اللي قلت لك عنه؟ جهزت لك سك الملكية، فيكي تيجي وتاخديه امتى ما بدك. درة خانم، انا بحبه للسلطان، ما رح اسمح لهم يبعدوني عنه، وما رح استسلم، ورح اعمل جهدي لحتى اطلع من هالمشكلة اللي انا فيها. بتعرفي ليش مو خايفة؟ لأنهم كتير ظلموني. حتكوني مثلهم؟ خلينا نروح سلطانة. مولاتي، الحمد لله على سلامتك. قربي يا هيام، بدي أحكي معك. عم اسمعك يا سلطانة. رح قلك كلمتين وبس، يا بتروحي من هون يا بتستني موتك على ايدي. كيف بدك يعني روح واترك ولادي؟ محمد ومريم وسليم وبيزيد، شو رح يصير فيهم؟ ليش انا بقدر اعيش بدونهم لحتى اتركهم؟ مو معقول، مو هيك؟ مستحيل ساوي هالشي. بدك تبعديني عن قصري وعن ولادي، انت كيف بتقدري تعملي هيك؟ لو كانوا بيهموكي عن جد ما كنتي بهالموقف هاد هلا. سلطانة، شو قرارك هيا؟ قولي بسرعة. يلا، بدي السلطان سليمان هو اللي يحكم علي، لأني بوثق كتير بعدالة مولاي السلطان، وحتى لو قرر يقتلني وقتها رح احترمه لهالقرار، ورح كون رضيانة بكل شي بيجي من السلطان وموافقة عليه. انت اللي اخترتي يا هويا، حبيت ساعدك رغم العداوة اللي بيننا، بس انت ما عم ترضي بهالشي. أنا مو حابة إنه أذيكي، بس أنت هيك بتكوني عم تغامري بعمرك. أنا عملت يلي علي وخيرتك، روحي هلأ من خلقتي. أنا
تفضل. خير ست درة. سلطانة ويام، جيت لأنه السلطانة الأم أمرتني. شو صار؟ كمان هلأ بدياني؟ لا سلطانة، بس الحراس عم يستنوكي قدام الباب، في عرباية جاهزة برا أجت مشان تاخدك. رجاء تنزلي من دون مشاكل، وخلينا نحل هالقصة بهدوء يا سلطانة، لأنه بصراحة أمرتنا السلطانة الأم، إذا ما طلعتي لوحدك رح نطالعك بالقوة. أنت فعلا بدك تعملي هالشي؟ وحتنفذي هالأمر يا درة؟ قال حابة تشوفيني قبل ما تروحي. وأنا بتشكرك لأنك قبلتي وإجيتي لعندي. جيت مشان ما تبهدلي حالك أكتر من هيك. احكي شو بدك مني. شو بدك تساوي لو ما رحت يا مولاتي؟ وقتها رح أكون مضطرة أعطي الدفتر للسلطان لحتى أخلص منك. عن أي دفتر عم تحكي مولاتي السلطانة؟ لا تكوني بتقصدي هاد. من وين جبتيه؟ شلون وصل الدفتر لإيدك؟ اجيتي مشان تنفذي الأمر يا درة؟ لا يا سلطانة. هذا اللي طلبتيه. هاد صف ملكية المزرعة اللي وعدتك فيه. شكرا لأنك ساعدتيني. لا تاكلي هم أبدا، بوعدك الموضوع رح يبأثر بيني وبينك. الظاهر كتير مستخفة فيني يا مولاتي. شلون وصل لهون؟ أكيد سرقتي. أي يمكن هيك، بس ما كتير مهم. المهم هلأ إنه ما بقى في شيء تأكدي ضدي للسلطان. ما رح يتغير شيء. بدي أقول كل شيء وأكيد رح يصدقني، وبدون الدفتر كمان. تهمة كبيرة كتير هي يا مولاتي، لازم يكون عندك دليل. وأصلاً جلالة السلطان ما رح يصدقك أبداً، لأنه بيعرف إنه أنا وياكي مو صحاب بنوم، وبيعرف إنه أنتي ورا موت الحصان وكمان جاريتي. Oh,
سويتي اللي قلت لك عليه ألفت؟ الله يخلي لي اياكم. ما شاء الله عليك شو حليان. مولاي، حياتي بدونك ما إلها معنى، وبعد ما رجعت روحي رجعت لي. مولاي، لو تعرف قديش مشتاقة أضمك. هويام، كيفك؟ شو صار معكم بغيابي؟ بعرف إنك أنت خايفة علي كتير، ما؟ مولاي، خلينا نحكي بهالموضوع بغير وقت. أنا هلأ كتير مشتاقة لك. ما بتعرفي قديش بكون مبسوط لما بشوفك هيك عم تضحكي. المهم يلي جوا القلب، أنا من جوا كتير متضايقة. ليش بقى؟ أنا كنت نادرة ندر مشان ترجع لنا بخير وسلامة من الحرب يلي كنت فيها. كنت ناوية أعمل حمامات بالكعبة الشريفة مشان الناس تستفاد، بس السلطانة الأم قالت لي أنتي في عندك وضع خاص ولازمك فتوى من الشيخ. قمت بعتت رسالة للشيخ، بس شيخ الإسلام ابن كمال ما رضي ورفض طلبي. قال لي كل الجواري يعني يلي موجودين هون بالحرملة، وطبعا أنا وحدة منهم، ما بيصير يعملوا هيك شي، وأنا من وقتها كتير مزعوجة. الموضوع مو مستاهل. معقول تتضايقي مشان هذا الشيء؟ ما في داعي تزعلي. وإذا هي رغبتك فأنا بعطيك الإذن لتساوي كل شيء بدك إياه. ممنوع هالشيء، ما بيصير. بضل جارية. الشرع مانعني. مستحيل أقدر ساوي شيء لحتى أكون مرة حرة. إذا هدفك من هذا الموضوع كله عمل الخير، فلازم تعرفي أنا أكيد رح أدعمك. من اليوم أنت حرة يا هويام. من اليوم ورايح ما حدا رح يقلك إنك شارية يا هويام. لو تبقى معي كمان شوي. لازم روح شوف ست الكل، عم تستناني. طيب، لكن رح خليهم اليوم يعملوا عوامة ويوزعوها على الناس يلي بالقصر. وشو المناسبة؟ المناسبة إني صرت مرة حرة. مو مستاهلة مولاي؟ هذا اليوم كتير مهم. هلأ فيني ساوي أعمال خيرية بالكعبة الشريفة مشان الحجاج يستفادوا وكمان يدعو لك. وبس تسمع السلطانة الأم
رح تنبسط وتبارك لي. درة خانم؟ سلطانة هيام، بدي ساوي مشاريع خيرية بالكعبة الشريفة، مشان هيك بدي اياكي تفضيلي حالك هاليومين. هالشي بيجوز؟ طبعا بيجوز يا ست درة، انتي اطمني. اليوم الصبح مولاي السلطان عطاني حريتي وعتقني. أنا هلأ مو مثلكم، ماني جارية، هي شو عم بتقول؟ عن جد هالشي؟ في شي مو مزبوط، ما بصير، مستحيل يكون مزبوط. أنا ما فهمت اللي قلتي، شو يعني حرة؟ والله رب العالمين بيعطي كل واحد على حسب نيته. خبروا لشكري خليه يوزع على كل الناس عوامة وعصير. يا سنبول سلطانة هيام، وزع هدول على البنات، وغير هيك يلي عنده طلبات يطلبها مني، لأنه أكيد رح نفذ له اياها. الله يطول عمرك يا سلطانة. الله يخليكي ويوفقك يا سلطانة. سلطانة، شلون قدرتي تساوي كل هالشي؟ ليه؟ يعني شو اللي عم يصير؟ حتى السلطانة الأم بكل قوتها ما قدرت توقف بوشك. وقام هاد ولا شي، لسه الخير لقدام، رح خليهم يشوفوا مني العجب. كيف يعني؟ سلطانة هيام، شو بدك تساوي لسه؟ مولاي باشا، كيف صحتك؟ من وقت طويل ما شفتك. منيح يا سلطانة، وحضرتك؟ نشكر الله يا باشا، اليوم أنا كتير منيحة. مولاي، حكيت مع السلطانة الأم وقلت لها أنه أنا صرت مرة حرة؟ حكيت، اعتبري هذا الموضوع منتهي.